السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما علينا إلا أن نكثر من الدعاء إلى الله أن ينصر الحق. اللهم انصر الحق في كل مكان، اللهم وأدل الباطل والمبطلين يا رب العالمين، وإن شاء الله سوف يتجلى الله علينا بلطفه وبرحمته. فاللهم يا رب العالمين، اللهم إننا تبرأنا من حولنا وتبرأنا من قوتنا، وأيقنا بأن حولك وقوتك هي كل شيء. اللهم أرنا عجائب لطفك وغرائب حكمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا يا كريم في تيسير كل أمر عسير. يا لطيف يا لطيف، الطف بنا في تيسير كل أمر عسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن التيسير اليسير تيسير العسير عليك سهل يسير. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فاللهم الطف بنا يا رب العالمين، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، إنا عبادك الضعفاء المذنبين، نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا صاحب اللطف الخفي، بك نستعين ونكتفي. يا صاحب اللطف الخفي، بك نستعين ونكتفي. يا صاحب اللطف الخفي، بك نستعين ونكتفي. يا الله يا الله، يا من لطفه بخلقه شامل. يا الله، يا خيره لعباده واصل. يا الله، يا من ستره على الكل سابل. يا الله، اللهم أخرجنا من دائرة الضيق إلى أوسع طريق. يا رحمن يا رحيم، أمنا مما نخاف. اللهم أمنا وأمن أبناءنا وأحبابنا مما نخاف. يا لطيف، لا فرج إلا فرجك، لا لطف إلا لطفك. فرج عنا كل هم وغم وكرب، وارفع عنا هذه المحنة. اللهم ارفع عنا هذه المحنة، وارفع عنا هذه البلية. اللهم ارفع عنا هذه البلية وادفعها بيدك القوية. اللهم ادفعها بيدك القوية، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، أنت أقرب من كل قريب، وأنت أكرم من كل كريم، وأنت أجود من كل جواد، وأنت أحفظ من كل حفيظ. اللهم الطف بنا يا رب العالمين، نسألك بحق اسمك اللطيف أن تلطف بنا يا رحمن يا رحيم. ادفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء، يا حنان يا منان، يا عظيم الشان، يا من سبحت له السماوات بأكنافها والبحار بأمواجها والحيتان بلغاتها والنجوم في سمائها والأشجار بأصولها والسماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن عليهن. يا رب العالمين، لا فرج إلا فرجك، ولا لطف إلا لطفك. ففرج عنا جميعا هذا الهم والغم والكرب، وارفع عنا هذه المحنة وهذه البلية، وادفعها بيدك القوية. يا رحمن يا رحيم، يا من قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، ألطف بنا يا رب، ألطف بعبادك المستضعفين، إننا تائبون.
اللهم إننا تبنا إليك، نستغفرك يا رب من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعترف بين يديك بخطايانا. لم نخطئ إلا لأننا نوقن بأنك غفور ورحيم. اللهم يا رب بحق قولك ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا نستجير بك ونستغيث بك يا رحمن، يا من قلت وقولك الحق، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يا حنان يا منان، يا من قلت وقولك الحق، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم إنا نعبدك يا صاحب البيت، اللهم أطعمنا من جوع، أطعم عبادك الفقراء وأطعم عبادك المساكين من جوع. اللهم يا رب قلت وقولك الحق، ونحن نصدق كل كلام تقوله. يا من قلت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يا رب إن عبادا لك يشعرون بالخوف ويقتلهم الجوع، وأنت رب البيت، لا قبلة لنا سوى بيتك. يا رحمن يا رحيم، وعجل لنا بالفرج، يا عفو يا غفور يا حنان يا منان يا رحمن يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تؤمن روعاتنا وتفرج كربنا وتتجاوز عن زلاتنا. اللهم تجاوز عن زلاتنا وارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا بين يديك. اللهم ارحم ضعفنا بين يديك. اللهم يا رب اجعلنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير، يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. يا رب يا كريم، يا من تعلم ما تكن الصدور، يا من اسمه العزيز الغفور، نسألك اللهم بحق الطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور، أن تلطف بنا في هذا الأمر المقدور. إنه مقدور عليك الرب، إنك قادر على كل شيء وعبادك لا يقدرون. آمنا بالمكتوب والمقدر كله من عند ربنا. يا عزيز يا غفور، يا من إليه تصير الأمور، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، فرج عنا بجاه النبي المصطفى الكريم. يا من قلت وقولك حق، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إننا نتوسل إليك بالصلاة على مولانا رسول الله، اللهم إننا نتوسل إليك بالصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم إننا نتوسل إليك بشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم يا رب العالمين، ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وارفع عنا الغلاء، إنك على كل شيء قدير وإنك بالإجابة جدير. يا حنان يا منان، بك استعنا فأعنا، وبك استغنينا فاغننا، وعليك توكلنا فاكفنا. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، إننا عبادك الضعفاء، جئنا ببابك يا رب، نشعر بالذل والهوان بين يديك، ونحن أسيرين بين يديك على عتبة بابك. اللهم إننا نحن مساكين، ونحن يا رب العالمين أمرتنا بالإحسان إلى المسكين، فنحن مساكين بين يديك. اللهم إننا ضيوفك، وأمرتنا بإكرام الضيف، فأكرمنا يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا شاشف كل كرب، يا كاشف كرب المكروبين، يا كاشف كرب المكروبين، يا طالب المستغفرين، إننا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آمنا واعترفنا بذنوبنا، فارفع عنا هذا البلاء والبباء. اللهم
إننا ببابك واقفون يا غافرا للمذنبين، نعترف يا رب بكل ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. مولانا إلهنا أنت ربنا ونحن عبادك، وهل يرحم العبد إلا الرب؟ لا يرحم العبد إلا الرب. مولانا إلهنا أنت القوي ونحن الضعفاء، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ يا رب مولانا وإلهنا أنت المالك ونحن المملوكين، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ يا رب مولانا وإلهنا أنت العزيز ونحن الأذلة، وهل يرحم الأذلة إلا العزيز؟ يا رب مولانا أنت الكريم ونحن اللؤماء، فهل يرحم اللؤماء إلا الكريم؟ يا رب العالمين، ربنا أنت الرزاق ونحن المرزوقين المحرومين، فهل يرحم المرزوقين إلا الرزاق؟ يا ذا الجلال والإكرام الأباد الأباد، يا ذا الجلال والإكرام الأباد الأباد، يا ذا الجلال والإكرام الأباد الأباد. اللهم تفضل علينا برحمتك الواسعة، وقلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، ففرج همومنا واكشف غمنا. اللهم واحفظنا واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب بحق كرمك الخفي وبحق اسمك الأعظم نسألك اللهم أن تحجل لنا بالفرج. اللهم بحق كرمك الخفي وحق اسمك الأعظم أن تعجل لنا بالفرج. اللهم عجل لنا بالفرج يا رحمن يا رحيم، عجل لنا بالفرج بفضلك وجودك وكرمك وعزك، إنك على كل شيء قدير وإنك بالاستجابة جدير. اللهم قلت وقالك الحق، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اجعل يا مولانا أفضل الصلوات وأنمى البركات وأزكى التحيات في جميع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا رب نسألك يا كريم أن تشفع فينا سيدنا محمد. اللهم شفع فينا سيدنا محمد في الدنيا قبل الآخرة. اللهم عجل لنا بالفرج يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم بجاه النبي المصطفى عجل لنا بالفرج. اللهم عجل لنا بالفرج بجاه النبي المصطفى. يا رحمن يا رحيم، صل وسلم على الحبيب الشفيع، صل وسلم على الحبيب الشفيع. اللهم صل وسلم على الحبيب الشفيع، صل وسلم على الحبيب الشفيع. اللهم صل وسلم على الحبيب الشفيع بجاهه عندك وعزته عندك وكرمه عندك. فرج عنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا الحداد يا مداد. غدا الخميس وعبادك سوف يصومون في أول شعبان عبادة لك وخضوعا لجلالك، فلا تخزينا يا رب العالمين بجاه النبي المصطفى الأمين. يا أحباب الكرام، صلوا كثير على رسول الله، صلوا عليه فإنه الشفيع في الدنيا وفي الآخرة. وربنا عز وجل إذا سمع شفاعة النبي الكريم فإنه يرفع عنا هذا البلاء في العاجل القريب، فصلوا جميعا على رسول الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.